ومعنا مباشرة رئيس حركة تغيير المحامي إلي محفوظ. أستاذ إلي، أهلا وسهلا فيك. برأيك يعني كل أربعة من الشهر في يعني التجديد للصرخة، إلى أين سيؤدي هذا التحرك؟ يعني هل في أفق فعلا عملية بالنسبة لك كمحامي عم بتتابع وكمراقب؟ تفضل أستاذ إلي. ثلاث إشارات بملف انفجار مرفأ بيروت. الإشارة الأولى هي رجعنا لنقطة الصفر بالمطالبة من أول نهار بضرورة إجراء تحقيق دولي نظراً لسقوط الدولة بشكل مدوي. الإشارة الثانية هي هلأ عرفنا ليش رئيس الجمهورية استنكف بعدم توقيع على التشكيلات القضائية. الإشارة الثالثة هي دخول حزب الله المباشر على الخط وتهديد للقضاء اللبناني. وشفنا البزار يلي حصل خلال الساعات الماضية كيف فكوا أثر مجلس الوزراء ولو جزئيا، انطلاقا من أنه انفرجت أثاريرون على الفراغ اللي حصل على مستوى محكمة التمييز. نعم، هول الثلاث إشارات بيخدونا نقول أنه هيدا الملف راي على نتائج دراماتيكية، بمعنى أنه أنا طبعا يعني بحط حالي محل الأهالي الموجوعين، لكن واضح بأنه ميليشيا حزب الله والقيمين بالدولة اللبنانية لا يعيرون أي اهتمام لهذا الملف، إلا لناحية أنه رئيس الجمهورية بيستقبل مثلا أهالي الموقوفين بهذا الملف، لكن يرفض استقبال أهالي ضحايا انفجار المرفأ. نعم. واللبيب من الإشارة يفهم. أستاذ إلي، معي على البلاتو زميلتي دونيز رحمة فخري، حابة تسألك سؤال. مساء الخير أستاذ إلي. مساء الخير. سؤالي، أين أصبحت الدعوة المقدمة ضد السيد حسن نصر الله اللي تقدمت حضرتك فيها؟ صار في مراجعة؟ يعني عرفنا أنه قبلت هذه الدعوة، وين صارت؟ آخر مراجعة عملت لدى النائب العام الاستئنافي بجبل لبنان القاضي غادة عون، وراجعنا بخصوص أنه نحن بعدنا بحالة انتظار من قبل فرع التحقيق بالمديرية العامة لأمن الدولة ليبعثوا ورانا لحتى يحضر محامي من قبلنا، هيدي عم نحكي بحسب الأصول، ليعطي بإفادته. من بعد ما نعطي الإفادة على هذا الملف، المحقق أو رتيب التحقيق يلي عم بيقوم بهذا الإجراء لازم عليه يراجع النيابة العامة الاستئنافية، وعلى أثرها بتاخد قرار، من المفترض تاخد قرار وتبلغ هذا المحقق باستدعاء المواطن حسن نصر الله إلى التحقيق. هالشي ما صار بعد لهلا، حتى هذه اللحظة لم يحصل. بس رح لك أكثر من هيك في الدنيا، نحن نمي إلينا وما عرفنا بالمباشر أنه كانوا عم يستقصوا حول كامل هوية حسن نصر الله. نحن قدرنا حصلنا على كامل هويته ورقم سجله، وحتى جبنا اسمه المدرج على لوائح الشطب الانتخابية، ونحن بانتظار انه في حال سؤلنا او طلب منا نزودهم بهذه المعلومات تسهيلا لاستدعاء المواطن حسن نصر الله الى التحقيق، لانه بنهاية المطاف حسن نصر الله مثله مثل اي شخص يخالف القانون. هو هون مش بس بحالة مخالفة القانون، هو هون ارتكب جناية، هو ارتكب ترهيب، وهو طلع قال، هو طلع أعلن أنه أنا أملك 100,000 مقاتل، وهو طلع تبنى كل ما حصل بغزوة عين الرمانة. نعم، شكرا لرئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ.